لكل مكان نكهة ولكل مدينة سوقا يروي حكاياتها، يحتضن تاريخها ويرافق تطورها. وبما أننا في مسقط لابد لنا من زيارة سوقها القديم المسمى بسوق مطرح. هذا السوق الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى أكثر من 200 عام، سنوات كثيرة استطاعت أن تزيد هذا السوق رونقا وسحرا وتألقا. من زار سلطنة عمان ولم يدخل سوق مطرح القديم بمعالمه التراثية ودهاليزه وسحره الشرقي كمن لم يزر مسقط أبدا. هكذا يقول العمانيون عن السوق الذي يحمل في طياته صفحات التاريخ، ففي ثناياه وفوق كل عتبة من عتبات دكاكينه حكايات وقصص كثيرة. يعني سوق مطرح يعتبر من أقدم الأسواق في سلطنة عمان، يعني من الأهم الأسواق اللي موجودة في السلطنة، إنه يعتبر إنه هاي سوق مطرح من الأسواق الشعبية والسياحية، إنه الواجهة للبحر، وخصوصاً الزمن الأول يعني كلهم كانوا يقصدون إنه هاي سوق المركزي. وأكثر ما يميز السوق أن الزائر منذ دخوله إلى ساحة السوق تستقبله تلك الروائح الزكية التي تنبعث من متاجر العطور والتي تمتلئ بها أزقة السوق، ممزوجة برائحة البخور واللبان العماني المعروفة. لقد وصلنا البارحة إلى مسقط واليوم جئنا إلى هذا السوق، إنه مكان جميل حقا. لقد رأيت العديد من الأماكن التراثية في البلدان العربية الأخرى والشرق الأوسط، ولكن هذا المكان مختلف بالفعل. لقد وصلنا الآن وعلمنا أن السوق مغلق في فترة الظهيرة، ننتظر أن تفتح المحلات أبوابها. وكما علمنا فإن ما يوجد بهذا السوق هو شيء رائع، والأشياء الموجودة هنا جميلة وقد تتشابه مع بعض الأشياء عندنا في الهند. ويشتهر السوق بصغر حجم المحلات التجارية المنتشرة على أطراف ممراته، لكنه يعد من أكثر الأماكن التي يجد فيها المتسوق متعته في البحث عن حاجياته. فمهمة التسوق في هذا المكان تنقلب إلى رحلة رائعة تنقل المتسوق من حالة الرتابة وقلة النشاط إلى جو الإثارة والاستمتاع بما يراه حوله. والله الأشياء تحفة صراحة، جميلة ونفس الوقت أشياء قديمة، يعني مثل ما تشوف أشياء تراثية، أماني تراثية والأشياء تاريخية يعني. ومع تعاقب السنوات يظل سوق مطرح من أهم المعالم المهمة في مسقط، ومن بين أشهر الأسواق التقليدية والأثرية في منطقة الخليج العربي. ومن الضروريات التي يحرص السائح أو الزائر إلى السلطنة إلى جعلها ضمن محطات التوقف فيه، لأن السوق بهيئته يعد رمزا من رموز التاريخ وعبق يتنفس منه الماضي بصوره المختلفة. عبدالله الزعبي، قناة الغد، مسقط.